يحيى عطية الله وعلي معلول وبيقنع الجميع في الاستوديو ان دي ضربه جزاء، لدرجه ان الكابتن وائل جمعه استشهد بالكابتن حاتم الطرابلسي، قال له حاتم انت راجل احترفت وفي الدوري الانجليزي دي ضربه جزاء، قال له الصراحه لا، ولكن الكابتن عزيز بن نيج فضل مكمل بعد مباراه العوده. تعالوا نشوف قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم. اللي فهمنا من كلام الشناوي احنا باركنا لكل الاهلاويه، لكن فهمنا من كلام الشناوي احنا عندما نخسر احنا مظلومين وعندما نفوز احنا استحقينا، احنا قلنا لكم احنا وفايزنا لكم مبروك، ولكن الموسم الماضي مبروك للوداد وليس ظلم يا سي الشناوي. الموسم الماضي خسرتي بالكره هدفين سجلوا عليك من 40 متر، وهذا الموسم استحقت انك تفوز وهنأنا الشباب وكل شيء، وشفنا الوداديين وكلهم فير بلاي وخرجوا، ونتمنى تكون دائما هذا الروح الرياضيه عندما نفوز وعندما نخسر. انا ما عجبنيش هذا التصريح شنو هو التصريح؟ هو كنا مظلومين، شنو كنا مظلومين؟ كان القصد على الظروف اللي حصلت فيها قبل المباراه اللي فاتت يا هشام، الاجواء اللي حصلت قبل المباراه دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات والمشاكل اللي حصلت في تحديد الملعب والكلام ده، ده اللي كان يقصده. احنا غيرنا ما يقصدش الظلم جوه الملعب يا ما تكلمش عليها، لا الظلم ولا ما ظلم، ما تكلمش عليها، هو ما تكلمش عليها، لا لا هم مظلومين، هو ما تكلمش عليها، هو بيتكلم على الاجواء اللي حصلت. ايوه الاجواء اللي حصلت، شنو الاجواء اللي حصلت؟ هو اليوم جا فاز، هو بيتكلم على الاجواء اللي حصلت قبل الماتش، ما تكلمش على ظلم داخل جوه ارض الملعب يا عزيز. يا وائل عندما تفوز فريق اخر شفنا دائما مشاكل ودائما عندما نفوز اهلي نصفق ليه ونهنئ الاهلي وكلنا وكنا فير بلاي وكنا حلو، لكن لازم نصفق ايضا الانديه الاخرى، لازم نعرف ايضا نخسر. بهذا الكلام مش حلو انا وتتكلم على هذا الكلام. ما تكلمش على الوداد اخونا اخونا معلش لا ما تزعلش عزيز، لا 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 ما تزعلش عزيز، لا 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 احنا فير بلاي، احنا شناوي هو بطل كبير وحارس كبير، هو مش قصده كوره، مش قصده كوره، ما هو حاسس بالظلم اللي حصل قبل المباراه. قبل المباراه انك تتكلم في هذا، قبل المباراه تتكلم على قبل المباراه، لا حل له من الاعراب كلامه، هو معلش معلش مع السلامه. العلاقه بين اللعيبه بعد كويسه، وانت شفت هو مع لعيبه الوداد بيتعامل معاهم ازاي. احنا معلش خلينا نحكي عن الوداد، طيب خلينا نستمع، طيب اكيد مش عاجب الكلام الشناوي، لا لا خلاص هنستمع تاني للشناوي، هنستمع مره اخرى للشناوي. هو قبل ما نستمع مره اخرى للشناوي، لكن الحقيقه انا واقف عند الكابتن عزيز، لان الحقيقه هو ما خدش الموضوع للشناوي فقط لا غير، هو خد حاجة عاوز يقولها ويعبر بيها، فخد فيديو الشناوي وبدأ يتكلم عن أن النادي الأهلي قال لك عندما نخسر إحنا مظلومين وعندما نكسب استحقينا، وده كلام مش عاجبه، والمفترض أن يكون فيه فير بلاي ويكون فيه روح رياضية، وبيتهم النادي الأهلي وكأن النادي الأهلي لا يمتلك مثل هذه الثقافة. الحقيقة الشناوي ما تكلمش عن أحداث داخل المباراة، ولو اتكلمنا عن احداث داخل المباراه كنا ممكن نقول ان الهدف اصلا اللي سجله فريق الوداد من فاول لم يراه الا بملاك سيما فقط لا غير، كره عاديه جدا جدا جدا، ونقدر نقول الله ما بملاك سيما عارف ان الوداد عنده قدرات هجوميه كويسه من الكرات الثابته وبيقدر يستغل الكرات الثابته، ونبدا نظن ونبدا نشك. الراجل ما اتكلمش في القصه دي ولا احنا اتكلمنا في القصه دي. طب تعالى انت عندك اصلا ما يثبت ان النادي الاهلي فعلا فريق عنده المشكلات دي؟ ده انا اقول لك ان النادي الاهلي في 2007 وهو افضل فريق داخل قاره افريقيا وافضل سكواد موجود داخل قاره افريقيا ولاعبيه هم العنصر المؤثر في استحواذ منتخب مصر على بطوله 2006 و2008 و2010، خسروا وفضايح تحكيميه في ارض ملعب استاد القاهره من العرجون بعدم احتساب ركلتين جزاء. اللي حصل ايه؟ فريق النجم خد البطوله وجماهير النادي الاهلي انسحبت من المشهد، زي ما جماهير الوداد انسحبت من المشهد. الحقيقه برضو نحيي فريق الوداد وجماهير الوداد ان هم انسحبوا من المشهد بعد صافره النهايه، ده اللي عمله النادي الاهلي. لكن قصه ان انت تقول عندما نخسر نقول المظلومين، تخيل كابتن عزيز لو انت جيت لعبت مباراه هذا العام بعد تحديد طرفي النهائي في استاد القاهره من مباراه واحده، كنت هتطلع تقول ايه؟ اعتقد يا فارس موضوع ما كانش المفترض من وجهة نظري ان كابتن عزيز ياخد صورة ويعممها، ما بالك بقى لو الصورة دي اصلا مغلوطة كمان. هي الصورة مغلوطة، والاغرب بالنسبة لي يا جماعة ان المفترض احداث النهائي ده تثبت لاي حد ان الظروف كانت غير عادلة النهائي اللي فات بالضرورة. يعني الكلام بالنسبة لي غريب، اذا كان البعض يروج السنة اللي فاتت ان لا الظروف كانت عادلة، فاللي حققه النادي الاهلي السنة دي
من لعب النهائي مباراتين والفوز من خلال المباراتين يثبت ان الظروف كانت عادله. وبعدين هو ليه يا جماعه في حساسيه تجاه ان احنا نقول الظروف السنه اللي فاتت غير عادله؟ لا، هي كانت ظروف غير عادله. ولما احنا بنتكلم وانا ما زلت اؤكد ده، انت مش بتتكلم على الوداد ولا تسيء للوداد ولا تنتقص من الوداد ولا تنتقص ان داخل المباراه بتاعه مركب محمد الخامس السنه اللي فاتت الوداد كان افضل فنيا، ولكن الظروف المحيطه بالمباراه اللي اتكلم فيها الشناوي كانت ظروف غير عادله.